والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الرحمة. اللهم إنا نسألك المغفرة. اللهم إنا نسألك المغفرة فأنت خير الغافرين. اللهم أنت أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المقبولين في ليلة القدر. اللهم اجعلنا من المقبولين في ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن سيقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من الرابحين في هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا من الرابحين في شهر رمضان. اللهم اجبر قسوة قلوبنا على فراق شهر رمضان. اللهم أعده علينا أعواما مديدا أعواما عديدا. اللهم أكرمنا في شهر رمضان. اللهم أكرمنا بالعتق من النيران. اللهم أكرمنا في هذا الشهر بأن تعتق رقابنا وتغفر لنا ذنوبنا وترحمنا واعف عنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اجعلنا من عبادك المخبتين. اللهم اجعلنا من عبادك المنيبين إليك. اللهم أذق رقابنا من النار. اللهم أذقنا برد عفوك. اللهم أذقنا حلاوة مناجاتك. اللهم بشرنا بروض وريحان ورب راض غير غضبان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب